عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته ولم يسلم، وهناك حديث رفع اليد من سلم عليه ويصلي كيف نوفق؟ هذا على سبيل الجواز. شو خفتك كل أسئلة هذه طلع ورق بيض. إيه هذا على سبيل الجواز، على سبيل الجواز أنه ما رد عليه بالإشارة، وقد يكون هذا قبل تشريع السلام بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم.